إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، جوهر مشروع قانون أقرته الحكومة الإسرائيلية بعد جلسة عاصفة وينتظر تصويتا مرتقبا في الكنيست. تمرير القانون من قبل الحكومة لم يكن سهلا، فوزيرة العدل تسيبي ليفني تقول إنه يضع الهوية اليهودية فوق الديمقراطية. وزير المالية يائير لابيد يقول إنه جاء فقط كاستثمار لخدمة مصالح رئيس الحكومة في انتخابات الليكود القادمة. المجمل أن البعض قرأ تلميحات بانسحاب أو حتى بانهيار الحكومة إذا مر القانون. هذه الأصوات الإسرائيلية اليهودية التي تعارض الأمر تنضم إليها أصوات كثيرة ممن يعرفون في إسرائيل بعرب إسرائيل، سواء داخل الكنيست أو خارجه. أصوات ترى أن القانون كارثي، يقوض دعائم الديمقراطية وحقوق الأقليات، يلغي حق العودة للفلسطينيين، ويضع العراقيل أمام عملية السلام، بل ويجعل العنصرية التي تمارس أحيانا في الشارع ضد الأقلية العربية عنصرية مقننة. منظمة التحرير الفلسطينية اعتبرت الأمر بمثابة إلغاء من طرف واحد لوثيقة الاعتراف المتبادل بينها وبين إسرائيل عام 93، وتفكر حتى في الخطوة القادمة إذا مر القانون. على نقيض كل ذلك، رئيس الحكومة الإسرائيلية يرى أن القانون لا يضر بحقوق الأقليات، وأنه ضروري لحماية هوية إسرائيل ضد من يشككون في حقها في الوجود، ويدعمه في ذلك أصوات إسرائيلية تعالت خاصة بعد حادث الهجوم على الكنيس اليهودي في القدس مؤخرا. هل تنجح الحكومة في تمرير القانون؟ وما تبعات الأمر داخل إسرائيل وعلى الجانب الفلسطيني إذا ما صادق الكنيست عليه؟ هذه نقطة حوار جديدة. أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي الوسائل المعتادة. على الهاتف 00442077650211، نصيا على 00444793404007، أيضا على bbcarabic.com، على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك، أو صفحة الشخصية على تويتر @محمد_news. عبد الله اختار الإيميل لكي يرسل برأيه إلى نقطة حوار ويشارك في قضية اليوم. محمد عبد القادر هنا اختار فيسبوك، لكن هذا لا يعني أن هذه هي الوسيلة فقط للتواصل مع نقطة حوار. هناك أيضا تويتر، هناك الصفحة الرئيسية للبرنامج، شارك برأيك، كلها وسائل إلكترونية وكلها يتابعها اليوم حازم الخولي. حازم، أهلا بك. أهلا بك محمد. محمد، في حوار اليوم رفض تام للخطوة الإسرائيلية لما لها من تبعات خطيرة على فلسطيني الداخل من وجهة نظر المشاركين. فمثلا يقول طارق العطار: الأمر ليس بالبساطة التي تعرض بها إسرائيل الأمر، فيهودية الدولة تعني إنهاء الحديث عن عودة اللاجئين الفلسطينيين وإمكانية طرد فلسطيني الداخل وهدم المسجد الأقصى، فضلا كما يقول طارق عن أن الحديث عن دولة يهودية سيؤدي بالطبع إلى وجود دولة إسلامية وأخرى مسيحية، ما سيزيد من احتمالات نشوب حروب دينية في المنطقة وفي العالم أجمع. سنعرض بالتفصيل لكل هذه الآراء لاحقا في البرنامج. شكرا جزيلا. إذن يا حازم، سأعود إليك لأتعرف على هذه الآراء، لكن من ضمن الآراء أيضا تأتينا مجموعة منها كل حلقة عبر الهاتف. مع اليوم مجموعة من المشاركات الهاتفية، كايد، عايدة، وعبد الحكيم، الجميع يريد أن نشارك. وأبدأ مع عبد الحكيم، يتحدث من الناصرة. عبد الحكيم، أهلا بك. كيف قرأت هذا القانون، وهل تعتقد أنه سيمر حال التصويت عليه؟ لا، مساء الخير. مساء الأنوار، أهلا وسهلا. لا أعتقد أن هذا القانون سيمر لما فيه من سلبيات للحكومة الإسرائيلية وللنواب الإسرائيليين أنفسهم، ولكن لمجرد التفكير بأن هناك قانون سيعرض على الكنيست، قانون عنصري يذكرنا بالتفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا، جعل المجتمع الإسرائيلي يزلزل، لأن أصبح المواطن، أصبحت أنا كابن الناصرة، ابن منطقة الناصرة، أصبحت درجة ثانية. أنا أعتبر مواطن درجة ثانية، حتى في الشارع ينظر إلي الإسرائيلي أني أصبحت بعد التفكير بهذا القانون أنني أنا مواطن درجة ثانية، ويستطيع أن يتعامل معي بعنصرية مقننة كما ذكرت. فعلا التقنين العنصرية كما قننت الصهيونية العنصرية في الأمم المتحدة، ستقنن عنصرية قومية اليهودية في داخل هذه الدولة. لكن إذا كان صعب أن يمر القانون بهذا الشكل، وإذا كان عليه كل هذا الجدل الذي أشرت إليه يا عبد الحكيم، لماذا يصر رئيس الحكومة إذن على تمريره أو التصويت عليه؟ لماذا يتبنى المشروع إذا كان محكوم عليه بالفشل؟ رئيس الحكومة يريد أن يكسب نقاط قبل عقد
قبل عقد مؤتمر الليكود يريد للمتطرفين في الليكود أنه أكثرهم تطرفا وهو لمن يستحق أن يبقى على زعامة الليكود، مجرد دعاية سياسية ضيقة صغيرة ربما تؤتي كلها داخل مؤتمر الليكود، ولكن تأثيرها السلبي على المجتمع الإسرائيلي أصبح اليوم في الشارع نراه بأم أعيننا. إذ كل الجدل إذا نظرت إلى صفحات الفيسبوك داخل المجتمع الإسرائيلي الجميع يتحدث عن المواطنين درجة ثانية داخل الدولة. طيب لكن عندما تقول داخل المجتمع الإسرائيلي عبد الحكيم، الوسط العربي بالتأكيد مفهوم أن هذا القانون سيحدث غضب، لكن من رصدك لتفاعل المواطنين اليهود داخل إسرائيل كيف يتعاملون مع هذا القانون، كيف يرونه؟ أخي العزيز، يهودية الدولة موجودة منذ قيام الدولة، فجميع أبناء المجتمع اليهودي ينظرون إلى أنها دولة يهودية قبل أن تكون دولة ديمقراطية ويؤمنون بيهودية الدولة، ولكن دون تقنين، أي في داخلهم يؤمنون أن هذه الدولة لليهود وهي الدولة التي وعدوا بها أن يعودوا إليها ويبنوا دولتهم عليها كما كانت دولة يهودة قبل آلاف السنين. فالنظرة الدينية أصبحت تتداول اليوم بما أنه حق لهم أن تكون لهم دولة يهودية، إذن لماذا لا تقنن، لماذا لا يصبح الأمر قانوني ويصبح التعامل داخل مؤسسات الحكومة وداخل مؤسسات الدولة على هذا الأساس. طيب لكن يعني واضح إذن أن الرفض داخل الوسط العربي أكثر من الوسط اليهودي داخل إسرائيل. عبد الحكيم شكرا جزيلا، ودعني أتحول إلى عكا لكي أعرف وجهة نظر عايدة في القانون وفي احتمالية تمريره كذلك. عايدة تفضلي. نعم، أنا يعني كنت أنصح بأن لا نستخف بإمكانيات أن يمر مثل هذا القانون، لأن الأجواء السائدة في إسرائيل هي أجواء يمينية متطرفة عنصرية. من الممكن جدا أن تعقد صفقات ما بين نتنياهو وبعض الأحزاب داخل ائتلافه، خاصة إذا نظرنا إلى موضوع أنه دخل يعني يريد إدخال الحريديم أو المتدينين جدا إلى هذا الائتلاف ليوازن مع أي حزب يفكر بالخروج من الائتلاف. وبقية الأحزاب ليست بحالة تسمح لها بأن تخوض انتخابات الآن أو أن تخرج من الائتلاف، لأنها ضربت ضربات كثيرة منذ أن تمت الانتخابات. فبالتالي يعني الأجواء جاهزة للأسف لمثل هذا القانون، وعلينا التيقظ والانتباه والتحرك بسرعة من ناحية يعني النشاط الجماهيري واحتجاج ومحاولة وضع ثقلنا كجماهير عربية فلسطينية في إسرائيل. لكن بالمقابل يمكن أن تترتب على القانون خسائر حتى للائتلاف الموجود، يعني داخل الائتلاف هناك أصوات كثيرة تعترض عليه. مرة أخرى ربما ذات السؤال الذي يتكرر، لماذا تقدم الحكومة أو يقدم رئيس الحكومة على طرح قانون ربما يزلزل كيان حكومته أولا حتى قبل أي شيء؟ يعني وضع نتنياهو من حيث الجمهور هو ليس بأفضل وضع، هو يريد وهو يعلم كذلك أن وضعه دوليا ليس بأفضل وضع، هو يريد أن يحوز على تأييد الجمهور اليهودي داخل إسرائيل خاصة قوى اليمين، وأن يعزز مكانته في الدولة. كما يجب أن يعني أن لا نعتقد فقط أن التحرك هذا هو تحرك سياسي، هو ملائم جدا للأيديولوجية التي يحملها نتنياهو ولتصرفاته السياسية على مدار 4 أو 10 سنوات. طيب عايدة شكرا جزيلا، وهو ليس فقط ربما تصرف نتنياهو، لكن ما ذكرتيه تقاطع أيضا مع ما ذكره عبد الحكيم منذ قليل، أن فكرة مبدأ يهودية الدولة موجود منذ فترة كبيرة في عقلية المواطن الإسرائيلي اليهودي، لكن الفكرة في إقرار هذا القانون. لكن يجب أن ننتبه أنه كونه موجود في العقلية لا يجعل من هذا القانون أقل خطورة، لأنه أن يتحول إلى قانون وقانون أساس يعني بمستوى دستوري هذا أمر خطير جدا، لأنه كل احتكام في قضية نريد لنا أن نتوجه للقضاء ما يحكم في النهاية إذا قلنا هذا القانون هو يهودية الدولة ومصلحة اليهود في الدولة وليس المساواة
أو المواطني أو ما إلى ذلك. طيب عايدة شكرا جزيلا، ربما نحن حتى بحاجة إلى أن نفهم أكثر عن القانون وفيما يختلف تحديدا عن إعلان قيام الدولة الذي نص ضمنيا على فكرة اليهودية في حد ذاته، فيما يختلف القانون الجديد ولماذا الضجة بشأنه؟ معي من تل أبيب السيد طلب الصانع العضو السابق في الكنيست ورئيس الحزب الديمقراطي العربي. سيد طلب أهلا بك. أوجه الاعتراض على القانون فيما يختلف تحديدا، يعني يقال أن إعلان قيام الدولة نفسه نص على أن الدولة هي دولة يهودية، فلماذا الاعتراض الشديد على القانون الجديد؟ سواء وثيقة الاستقلال وحتى القوانين الأساس القائمة في دولة إسرائيل والتي لها مكانة الدستور في ظل عدم وجود دستور رسمي لدولة إسرائيل، وإنما هنالك قوانين أساسية كلها جميعا أكدت يهودية الدولة وديمقراطيتها. وعلى هذا الأساس المحاكم العليا، محاكم الإدارية والدستورية في إسرائيل، أكدت أن الحقوق الأساسية مضمونة ولها مكانة دستورية. ولا أحد ينكر شكل الرموز دولة إسرائيل، العطلة أيام السبت، العلم الإسرائيلي، النشيد الوطني، إنها كلها رموز يهودية. ولكن هذا القانون جاء ليعطي بعدا إضافيا ليس ليهودية وديمقراطية الدولة، وإنما لإلغاء ديمقراطية الدولة وإعطاء بعد خاص للقومية اليهودية بأن هذه الدولة هي ملك الشعب اليهودي. لكن رئيس الحكومة، والنتيجة لذلك أولا سيكون هنالك رئيس الحكومة يفسر ذلك سيد طلب بأن هوية إسرائيل بحاجة إلى حماية ضد من يشككون في حقها في الوجود، لذلك الدولة بحاجة إلى أن تتجه إلى بعض القوانين ربما من وجهة من يتابع من الخارج قد تبدو متطرفة بعض الشيء، لكنها ضرورية لحماية وجودها وكيانها. أولا هذا غير صحيح إطلاقا، هذا مجرد دجل سياسي، وذلك لسببين مركزيين. السبب الأول أن المهدد هي ليس يهودية دولة إسرائيل أو دولة إسرائيل أو وجود دولة إسرائيل، وإنما الحديث يدور عن الاحتلال الإسرائيلي، ورئيس الحكومة يريد إعطاء الاحتلال الطابع وكأنه جزء من هوية الدولة. وبالتالي عندما يكون هنالك مطالبة لإنهاء الاحتلال وكان هذا تهديد لوجود دولة إسرائيل، وهذا غير يعني واضح جدا بأنه وجود الهدف منه مدغدغة مشاعر اليمين ومنافسة نفتالي بنت والأحزاب اليمينية على الصوت اليميني في إسرائيل. في حقيقة الأمر هذا القانون يشكل نسف للديمقراطية الإسرائيلية. هذا القانون يعني أن يكون هنالك الأسياد وهنالك العبيد. نعم. أن هذه الدولة ستكون لليهود، وبالتالي يتساءل المواطن العرب أكثر من 1.5 مليون مواطن عربي. إذا كانت هذه دولة الشعب اليهودي فأين دولتنا؟ طيب. ما هي مكانتنا داخل هذه الدولة؟ ربما ماذا تعني سؤال مواطنتنا؟ هذا سؤال وأسئلة أخرى. هذا سؤال وأسئلة أخرى كثيرة سيد طلب سنطرحها في الجزء الثاني من البرنامج، لأن لاحقا سنضم إلينا المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يجيب على كل التساؤلات التي تفضلت بطرحها. لكن خلينا نأخذ بعض الاتصالات الهاتفية أيضا تشاركك في الحديث عن رأيها في حلقة اليوم. كايد يتحدث من نابلس. كايد تفضل. مساء الخير. مساء الأنوار يا عزيزي، أهلا وسهلا. يعني أنا برأيي أنه هذا القانون وإقرار هذا القانون هو يكشف بما لا يدع للشك العقلية الإسرائيلية التي تسعى لتحويل الصراع في الأراضي الفلسطينية لصراع ديني. إذا كان يمكن المقاربة بين ما تقوم به داعش اليوم ببناء دولة إسلامية وما تنادي به اليوم إسرائيل، فهي لدرجة كبيرة هي الذهاب إلى مربع الدولة الدينية والدولة التي تقوم على الدين الواحد، وهذا ينسف بكل تأكيد القيم التي ينادي بها العالم وقيمه كمساواة ومواطنة وحقوق الأقليات وغيره. لكن نحن الآن يا كايد أمام حديث عن من يقول إن القانون لن يمر بالأساس ومن يقول إن الوقت الآن ملائم للمزيد أو الاتجاه إلى المزيد إلى اليمين وبالتالي القانون سيمر. هل تعتقد أن القانون بصيغته الحالية سيمر فعلا داخل الكنيست أم لا؟ لا أعتقد أنه سيمر داخل الكنيست في هذه الجولة على أقل تقدير، لأنه حتى الآن هناك
تيارات كالتيارات التي تقودها ليبني ولبيد ما زال لديها قوة انتخابية في الشارع ولديها قدرة على أن تنسخ أو تعطل أي نوع من الائتلاف الحكومي القادم. أعتقد أن هناك سيكون تعديل على الصيغة أو تأجيل لتمرير هذا القرار. طيب خلينا نأخذ تعقيب من نفس النقطة من سيد طلب، لأن هل يمكن التعويل على أصوات مثل تيبي ليفني أو حتى صوت وزير المالية والأصوات داخل الكيان أو الكيان الحكومة أو جسد الحكومة الإسرائيلية الذي يعارض هذا القانون، هل يمكن التعويل عليها كثيرا برأيك كي لا يمر؟ نتنياهو استغل توقيت وبذكاء، وهو وضع تحدي أمام شركاء في الائتلاف. هو يدرك أن الخيارات أمام تسيب ليفني ويائر لبيد محدودة جدا، وإذا جرت انتخابات على خلفية قانون القومية فأن المستفيد سيكون نتنياهو وفقا لاستطلاعات الرأي. في ظل انتخابات قد يختفي حزب تسيب ليفني كليا، وسيتراجع حزب يائر لبيد من 19 إلى 9 أو 8 مقاعد. وعلى هذا الأساس فأتوقع بأن تسيبي ليفني ويائر لبيد سيعملان جاهدين للتوصل إلى صيغة توفيقية. وهم ذكروا أكثر من مرة بأنهم ضد اقتراح القانون الخاص الذي تقدم به زيف إلكين من الليكود، ولكن لهم لا يعترضوا على اقتراح القانون الذي سيتقدم به نتنياهو. إذا القضية ليست قضية المبدأ وإنما قضية الصيغة. الصيغة. طيب لكن هذا تحرر المبدأ. هذا تحرر لسببين. تفضل. تفضل يا فندم. نعم، السبب الأول وهذا ليس بوارد تسيبي ليفني أو يائير لابيد، أن قومية الدولة يعني يهودية الدولة كدولة شعب اليهودي يلغي الحق التاريخي كليا للشعب الفلسطيني، ويلغي حقنا وحديثنا عن النكبة، بمعنى أن هذه في الأساس دولة الشعب اليهودي، وبالتالي لم يكن لنا حق المطالبة في الوطن. والأمر الثاني في مفاوضات السلام يلغي كليا ويشطب حق العودة للاجئين. والأمر الثالث ويحول المواطنين الفلسطينيين إلى رعاية وليس إلى مواطنين. وعلى هذا الأساس حتى الصيغ التوفيقية المطروحة من قبل نتنياهو هي مرفوضة علينا، وإن كانت مقبولة على تسيبي ليفني وإير لابيد. طيب نسبة على هذا الأساس أتوقع على هذا الأساس أتوقع أن يتم اقتراح صيغة توفيقية في الأسبوع القادم، ولن ويتم تعديل الصيغة التي كانت مقترحة في جلسة الحكومة يوم الأحد. نسبة عرب الداخل أو عرب 48 أو عرب إسرائيل أيا كان المسمى الذي ستختاره هي نسبة تكاد تقترب من 20% من داخل المجتمع الإسرائيلي. هل يملكون شيء؟ هل يملكون ورقة ما كي يوقفوا إقرار قانون كذلك؟ يعني نحن الاسم والتعريف المتفق والمتداول الأقلية الفلسطينية في الداخل أو فلسطينية الداخل، لأنه نحن لسنا عرب لإسرائيل أو عرب لتركيا أو عرب لبريطانيا، نحن فلسطينيين. والأمر بالنسبة لأوراق العمل، أولا على المستوى البرلماني هو محاولة إيجاد قاسم مشترك بيننا وبين اليسار الإسرائيلي الذي يرى في هذا القانون تهديد لديمقراطية الدولة، ورأينا رئيس الدولة روبي ليفلين في هذا الباب، بالرغم من أنه سياسيا مع اليمين ولكن ديمقراطيا والتوجهات الليبرالية هو ضد هذا القانون. الأمر الثالث أن هذا القانون يضع إسرائيل في مصاف دول الأبارتايد، التي إذا كان لأنه الديمقراطية تعني حكم الشعب، وعندما نتحدث عن الشعب فأي شعب؟ إذا كنا نتحدث عن الشعب اليهودي فماذا مع الشعب الفلسطيني الذي يعيش في الداخل؟ إذا هي دولة جزء من الشعب أو حكومة جزء من الشعب، وبالتالي هذا دولة حكومة فصل عنصري. هنالك الأسياد وهنالك العبيد وهنالك البيض وهنالك السود. وعلى العالم أن يتعامل على هذا الأساس وأن يرفض هذه الصيغة. طيب. ونحن في الداخل نؤكد بأنه إذا تم تمرير مثل هذا القانون سيكون هنالك انعكاس قد يصل إلى حالة العصيان المدني، وهذا يناقش داخل لجنة المتابعة التي تمثل قيادة الجمهورية العربية في الداخل. دعنا نستمع إلى عبد القادر يتحدث من غزة. سيد طلب، عبد القادر اتفضل واطرح وجهة نظرك في نقاش اليوم، كيف ترى القانون وتأثيره؟ السلام عليكم. في البداية أنا يعني لم أسمع من قبل أن هناك مثلا دولة فقط للمسيحيين أو دولة فقط للمسلمين مثلا أو دولة مثلا للبوذيين. هذا قانون جديد حقيقة غريب تطرحه إسرائيل على المجتمع الدولي. صحيح هناك في دول ممكن الدولة الفلانية الإسلامية، ولكن ليس يعني الأديان الأخرى تعيش بحرية فيها. هذا القانون سوف يمنع بطريقة أو بأخرى
تداول الأديان الأخرى، وهذا نوع جديد يعني من العنصرية والتفرقة. طيب بس كيف يمنع الأديان الأخرى يا عبد القادر؟ يعني رئيس الحكومة نفسه نتنياهو تحدث عن أن لا مساس على الإطلاق بحقوق أي فرد من الأقليات حتى بعد إقرار القانون إذا أقر طبعا. كلام لماذا؟ أنا لأنه عدنا للتاريخ مثلا، عام 1967 عندما احتلت إسرائيل القدس والجولان، هناك كان عرب متواجدون في جولان أو سوريين، وهناك أيضا كمان فلسطينيين موجودين في القدس، لحتى الآن لا يمتلكون جنسية إسرائيلية، هم كل ما يمتلكون عبارة عن بطاقة زرقاء، يعني ما يسمى كنا بطاقة تعريف. هم الآن هؤلاء الناس ليسوا فلسطينيون، ليسوا إسرائيليون، هم عبارة عن أشخاص يمتلكون إقامة دائمة في إسرائيل. لهم قبل 40 عام. هذا طبعا 40 عام هم معلقون. هي النقطة طبعا لا أحد يعني يركز عليها. هناك فلسطينيون يقومون داخل إسرائيل لا يمتلكون جنسية بشكل قانوني. هم ليسوا إسرائيليون وليسوا فلسطينيون. فما بالك عندما يكون هناك قانون يهودية الدولة. ما الفائدة من هذا القانون؟ إذا السيد الشنيار يقول أنه لن يؤثر على الأديان، ما فات يعني هذا القانون يحمل سياقه كثير من المشاكل وكثير من الأسرار التي سوف نكتشفها خلال السنوات أو الأشهر القادمة. فوجه نظري أنه أرى أن هذا القانون غير سليم وغير صحيح، وهو دليل على العنصرية، وسوف أيضا يؤثر على 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 يعني وجهة نظر العالم. طيب. الآن يتجه نحو عبد القادر، شكرا جزيلا. سيطلب آخر شيء يتعلق بتحرك المستقبل. أنت ذكرت أن ربما يصل الأمر حتى إلى عصيان مدني داخل إسرائيل من قبل المواطنين من أصول فلسطينية، لكن هل يمكن أن تصلوا إلى صيغة توافقية؟ بمعنى إذا كانت الحكومة تصر بهذا الشكل على إصدار القانون، قلت أن هناك مباحثات داخلية بين كيانات إسرائيلية يهودية بشأنه، هل يمكن أن تكونوا جزءا منها بحيث يصدر القانون بصيغة توافقية قد ترضيكم بعض الشيء ولا تثير كل هذا الجدل؟ نعم، أنت تفضلت بأن رئيس الحكومة يتحدث عن الحقوق الفردية أو الحقوق الشخصية، ولكن نحن مليون ونصف مواطن لنا حقوق أقلية، لا الحق في اللغة والثقافة والتربية والتمايز الحضاري والثقافي، نحن لسنا فقط أفراد ومواطنين، وبالتالي يجب الأخذ باعتبار التمايز والحقوق الجماعية وليس فقط الفردية. والأمر الإضافي، هنالك منذ سنوات يدور حديث عن الدستور في دولة إسرائيل كجزء متكامل، حتى الآن لا يوجد قانون أساس دستوري يؤكد على المساواة سواء الفردية أو الجماعية في دولة إسرائيل. وعندما يتم طرح قانون الذي يضمن المساواة للأقليات، قانون أساس يضمن المساواة، عندها يكون لكل حدث حديث. ولكن الحديث عن يهودية الدولة في ظل غياب قانون يضمن المساواة، هذا يعني شرعنة التمييز، شرعنة العنصرية، وتهديد جدي، ليس فقط أنه إقصاء قانوني، وإنما قد يكون مقدمة لإقصاء فعلي ولترانسفير. وعلى هذا الأساس هنالك مخاوف جدية داخل الجماهير العربية في الداخل. سيد طلب، شكرا جزيلا. سيد طلب الصانع، العضو السابق في الكنيست ورئيس الحزب الديمقراطي العربي، مباشرة من تل أبيب كان معي، شكرا جزيلا لك. إذن توالت على الهاتف، لكنها أيضا طرحناها خلال ضيفي وحواري معه من تل أبيب، لكنها متواصلة كذلك بالتوازي أونلاين. حازم، أنت منذ البداية تتابع الأراء المختلفة، يعني كما استمعت أغلب الأراء التي جاءت على الهاتف هي تصب في إطار أنها ترفض هذا القانون وتنتقده بشدة، هل الحال مشابه كذلك أونلاين؟ تماما محمد، كما ذكرت في البداية هناك رفض قاطع للخطوة الإسرائيلية من المشاركين. أسباب الرفض كما عددها المشاركون في الحوار فهي كثيرة، منها أن القانون الذي تستهدف إسرائيل تمريره يحمل توجهات عنصرية ضد العرب داخل إسرائيل أو فلسطيني الداخل، كما يعني قال السيد طلب الصانع قبل قليل. هؤلاء يقدر عددهم بأكثر من 1,000,000 نسمة، كما أنه يستهدف من وجهة نظر المشاركين تقويض إمكانية عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين رحلوا عند قيام دولة إسرائيل عام 48. هؤلاء وصفوا القرار بأنه عنصري من الدرجة الأولى، وأشاروا إلى أن القانون المقترح ربما سيجعل اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة لإسرائيل. من أصحاب هذا الرأي الشحات شتاء، الذي يقول قرار يهودية الدولة سيؤدي إلى تهجير عرب إسرائيل وسيترتب عليه ثورة فلسطيني الداخل وإشعال انتفاضة ثالثة، هكذا توقع الشحات. مصطفى محمد يقول في مشاركة أخرى، القرار جس نبض للأقليات
غير اليهودية في إسرائيل وبداية لهدم حرياتها. إلياس يقول في مشاركة ثالثة: هذه الخطوة ستؤدي إلى حرب دينية وطرد الفلسطينيين الموجودين في الأراضي المحتلة. من تسمي نفسها بأم رائد صلاح تقول: القرار عنصري ويجعل من أهل البلاد الأصليين وهم الفلسطينيون مواطنين من الدرجة الثانية، وهو أمر ليس بجديد على إسرائيل. لكن هل سيمر القانون؟ هل يتصوروا أنه سيمر أم لا؟ محمد، بعد أن تحدث عن هذه النقطة من المشاركين قال إن الحكومة الإسرائيلية لا تحتاج بالأساس إلى إصدار هذا القانون، لأن الأقليات في إسرائيل يرون أنهم مواطنين من الدرجة الثانية وأنهم يعانون بالفعل من التمييز في يعني مجالات عدة، منها العمل، الإسكان، التهميش في صنع القرار داخل إسرائيل. البعض الآخر رأى أن الحكومة ربما ستنجح في تمرير هذا القانون رغم المعارضة التي يلقاها داخل إسرائيل والمعارضة الفلسطينية وأيضا المعارضة الدولية لهذا القانون. أحمد أبو ضيف من هؤلاء قال في مشاركته: الحكومة الإسرائيلية لن تجد من يمنعها من تنفيذ ما تريد، ما يعني أن عرب 48 أصبحوا غير إسرائيليين وربما يتم تهجيرهم بطريقة أو بأخرى. الحسن مصطفى قال في مشاركة أخرى: إسرائيل تفعل دائما ما تريد والحديث عن الحقوق العربية لن يغير من الأمر شيئا. ماهر مراد يقول: هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر ولا يغير من الواقع شيئا، فإسرائيل دولة يهودية منذ قيامها وليست بحاجة إلى قرار يؤكد مثل هذا الأمر. لكن هل يملك الفلسطينيون برأي من شاركوا لديك اليوم أي خيارات لمواجهة القانون أم هو أمر حتمي؟ هناك عدد من الخيارات محمد طرحها المشاركون، من أبرزها ضرورة لم الشمل الفلسطيني والعمل على اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في المحافل الدولية في حال أقرت هذه الخطوة. مثلا أحمد المالكي يقول: أحد الخيارات هو اتخاذ إجراءات قانونية دولية ضد إسرائيل بالإضافة إلى تكاتف عربي واستخدام سلاح المقاومة بعيدا عن المصالح الشخصية. عمر علي يقول: الخيار الوحيد المتاح أمام الفلسطينيين هو وحدة الصف أولا ثم المقاومة المسلحة. أخيرا خالد أبو طه يقول: الخيار المتاح أمام الفلسطينيين هو حل السلطة لأنها متواطئة وهدفها حماية الاحتلال. هذا على حد وصف خالد أبو طه. إلقاء الأمر على السلطة تماما والمسؤولية. يعني إذا استمرت الآراء في التوالي حازم أرجوك ابقى متابعا وسنعود لعرضها مرة أخرى، لكن ما زالت الاتصالات الهاتفية كثيرة وتريد أن تشارك في حوارنا اليوم. عبد القادر يتحدث من غزة. عبد القادر أهلا بك، قراءتك للقانون بصيغته الحالية وهل تعتقد أنه سيمر أم لا؟ أعتقد أنه سيمر لأنه هذا القانون ليس جديد، هذا قانون جديد قديم من منذ سنوات، وهم يفكرون بآلية وبطرح، بدأوا بالإعلام، بدأوا قبل ذهاب الكنيسة ونص القانون كان هناك يعني كثير من المقدمات. هذا القانون سوف يطبق أرى، لأن هناك كثير من القوانين أتت بهذه الطريقة وطبقت في النهاية. يعني بهذه الطريقة بالصيغة الحالية، لأن هناك من يطرح فكرة مغايرة ويرى أن الحكومة نفسها ربما تكون أول المتضررين، ربما يترتب على تمرير القانون زلزلة لكيان الحكومة نفسه، وبالتالي لماذا تقدم الحكومة على ذلك إذا كانت هي واحدة من المتضررين؟ هذه ليست حقيقة، أنا وجهة نظري أرى أنها ليست حقيقة. هم يعني يقولون للعالم، يقولون للإعلام بأن هناك زلزلة، لكن أرى أنهم متفقين. يعني عندما أخرجوا ثلاث صيغ في النهاية سوف يخرجون في صيغة متحدة، وإن كانت أي صيغة سوف تطبق يعني هاجا سوف يضعون بنود إضافية، سوف يتم تغييره تلقائيا تدريجيا حتى يصبح قانون عنصري بكل ما تحوي الكلام من معنى. طيب هل هناك سبيل تعتقد لأهالي للفلسطينيين على وجه التحديد، السلطة الفلسطينية أعني، أو حتى للفلسطينيين داخل إسرائيل أو ذوي الأصول الفلسطينية داخل إسرائيل لمواجهة مشروع القانون هذا إذا كان بالسوء الذي شرحته أنت؟ بالنسبة للسلطة الفلسطينية يعني تعمل بكل قوة يعني، ولكن العمل تبعه عمل سياسي وأنا وايد هذا العمل. أما الفلسطينيين في الداخل هم أساسا يعانون من عنصرية. عندما تكون هناك الطلاب يعني الطالب العربي الذي يعيش داخل إسرائيل مجبر بأن يتعلم
الديانه اليهوديه، وايضا مجبر ان يتعلم اللغه العبريه. يعني هم يعانون من هذه العنصريه. طيب مفهوم التاثير على الفلسطينيين او ذوي الاصول الفلسطينيه داخل اسرائيل مفهوم من حديثك، لكن هل تعتقد ان القرار حال مر سيؤثر كذلك على العلاقه ما بين اسرائيل والفلسطينيين، فكره المفاوضات، فكره حل الدولتين المنتظر، ام لن يؤثر كثيرا؟ لن يؤثر كثيرا، انا ارى انه لن يؤثر كثيرا، لان عرب اسرائيل او ما يسمى عرب اسرائيل لابد ان يكون هناك حل لهم، لان الحياه التي ياتون الان حياه مزريه. فننظرنا ليس من منظور مادي، نحن ننظر من منظور نفسي او المنظور الاجتماعي، هذا من جانب. والمفاوضات التي تحصل الان تقريبا يعني بعيدا نوعا ما عن جوهر هذا الموضوع، احنا لن ندرنا ان نتحدث عن عرب اسرائيل ومصيرهم ونترك موضوع الاسرى والقدس و دول فلسطين. فأنا أرى أن هناك أولويات، يعني فأولويات السلطة أولويات، لكن ربما لأن الاتصال الذي يراه البعض هو أن من ضمن قضايا الحل النهائي هي قضية حق العودة، وهذا القانون سيؤثر كثيرا عليه، أو هكذا يقول المتابعون. شكرا جزيلا يا عبد القادر على مشاركتك، وبكل ما ذكرت وبكل ما تحدث به ضيوفي إلى الآن، على الأقل أتحول إلى ضيفي من القدس عفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي. عفير أهلا بك. إلى الآن المشاركات، وكما فهمنا من حديث الاتصالات الهاتفية، أن القانون يريد إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي. ماذا يفعل غير اليهود؟ غير اليهود هم مواطنون متساوي الحقوق، هذا هو الواقع منذ عام 48. المواطنون العرب في إسرائيل يتمتعون بكامل الحقوق الفردية والدينية والروحية والاجتماعية والاقتصادية وما إلى ذلك، ولكن دولة إسرائيل منذ تأسيسها هي دولة الشعب اليهودي. يعني طب لماذا أنتم بحاجة للقانون إذا؟ لماذا أنتم بحاجة للقانون إذا كان الأمر موجود بالفعل؟ هذا القانون يسعى إلى تمرير رسالة واضحة إلى الفلسطينيين أولا، ليس إلى العرب في إسرائيل. ومفاد هذه الرسالة هو بأن حل دولتين مبني على دولتين قوميتين لشعبين، يعني لنا الحق بتقرير المصير على عرضنا، للفلسطينيين حق بتقرير المصير في دولة خاصة بهم، وهذا هو الأساس لحل الدولتين. وأنا فعلا لا أفهم من يعارض هذا القانون، لأنه فعلا يعزز هذا الحل، حل السلام، اعترف الفلسطيني الدولة لكل شعب. طيب كيف حق تقرير المصير؟ يعني كيف تقول أن جميع المتواجدين على أرض إسرائيل ستكون حقوقهم واحدة، وتقول أن حق تقرير المصير هو حكر فقط على اليهود؟ ألا يوجد تضاد بين الأمرين؟ لا يوجد، لأنه إسرائيل لن تكون دولة فلسطينية. بلادي بلادي أو موطني لن يكون النشيد الإسرائيلي. نحن لا نتحدث عن دولة فلسطينية الآن. أتحدث عن دولة فلسطينية الآن. أنا أتحدث عن مواطن إسرائيلي بحكم الجنسية وبحكم جواز السفر مقيم داخل أرض إسرائيل، ولكنك تقول أنه ليس من حقه أن يقرر مصير الدولة. لا، ما أقوله وفعلا أمرا بسيطا جدا، أقول بأن هذه الدولة هي دولة قومية للشعب اليهودي، ولكن فيها أقلية عربية نحن نحترمها، نعتز بالمستوى في الحقوق بين كل المواطنين، ولكن هذه الدولة هي دولة يهودية كما توجد دول عربية. كل الدول في هذه المنطقة تعرف نفسها كدول عربية، 57 دولة في العالم تعرف نفسها بأنها إسلامية، لماذا لا يمكن أن تكون دولة واحدة دولة يهودية؟ لا أحد ينكر هذا الأمر، لكن كما قالت حتى بعض المشاركات، ما تذكره يضع إسرائيل في مصاف دول أخرى هي تنتقدها بشدة، مثل إيران مثلا، فكرة أن تبنى الدولة على فكرة كونها جمهورية إسلامية. يعني لا أريد أن أنقل إليك بعض الآراء الأشد تطرفا التي قررت بينكم أو بين مشروع القانون وبين حتى الدولة الإسلامية، تنظيم الدولة الإسلامية بين قوسين داعش، لكن دعنا نبدأ بإيران مثلا. أنت تقول أن الأمر، تريد أن تطبق نموذجا يكاد يكون مشابه لما تقوم به إيران، وتنتقدونها في ذلك التوقيت. لا طبعا، لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا لا، ما شاء الله. ما نقوله هو فعلا بأن اليهودية ليست فقط ديانة، بل هي انتماء قومي. وهذا الصراع بيننا وبين الفلسطينيين والعرب عامة لا يدور على وجود دولة فلسطينية إطلاقا. نحن وافقنا على هذه الدولة في عام 47. هذا الصراع يدور على وجود دولتي، وحتى الآن الرئيس الفلسطيني يرفض الاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي. هو يطلب منا أن نعترف
بحق الفلسطينيين لدولة، ولكنه في نفس الوقت يرفض الاعتراف بحقنا. طيب أنا أيضا لا أتحدث عن الفلسطينيين يا سيد عفير، معلش سأردك مرة أخرى إلى ذات النقطة، لا أتحدث عن الفلسطينيين لأن لهم حديث آخر ولا السلطة الفلسطينية، أنا أتحدث عن المواطنين داخل إسرائيل من أصول فلسطينية صحيح لكن معهم الجنسية ومعهم جواز السفر. أنت تقول أن تقرير مصير البلد هم ليسوا جزءا منه، كيف؟ أقول بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي ومن الدولة، لكن لا يقررون مصير الدولة، لهم جميع الحقوق، لكن لا يقررون مصير الدولة. لا أقول حق تقرير المصير يعود للشعب اليهودي لأن هذه هي دولته، هذه هي الدولة اليهودية منذ تأسيسها، هي أقيمت لكي تكون الوطن القومي لليهود، يوجد فيها أقلية عربية كبيرة، نحن نحترم هذه الأقلية وهي تشارك فينا في الحياة العامة، معنا في الحياة العامة في البلاد، ولكن النشيد يعني الرموز الوطنية، الرموز القومية، النشيد والعالم وكل هذا، هذا سيكون يهوديا. بس أنا أقارن مثلا بما أن إسرائيل تقول إنها من الديمقراطيات الموجودة أو من أكثر الديمقراطيات مثلا الموجودة في المنطقة، أنا أقارن بينكم وبين دول أخرى مثل بريطانيا أو حتى الولايات المتحدة، بمجرد أن المواطن يحمل الجنسية ولديه جواز السفر من حقه أن هو مواطن 100%، من حقه أن يفعل أي شيء ويمارس كل الحقوق، لماذا تأخذ إسرائيل من مواطنيها بين قوسين هذا الحق؟ لأن يوجد فرق كبير جدا بيننا وبين بريطانيا والولايات المتحدة، لا أحد يريد أن يدمر الولايات المتحدة، لا أحد يريد أن يقول للبريطانيين بأن ليس لهم حق بالعيش في دولة خاصة بهم، نحن دولة فريدة، يعني نحن موجودون في حالة فريدة عجيبة للأسف، بحيث الجيران يريدون في بعض الأحيان أن يدمروا دولتنا، الشريك لعملية السلام لا يعترف بحقنا لدولة خاصة بنا، معظم الأطراف في هذه المنطقة تقول بأن اليهودية هي فعلا ديانة وليست شعب، ونحن نقول نحن شعب منذ آلاف السنين لنا حق طبيعي بتقرير المصير على أرضنا التاريخية، وحال دولتين مبني على دولتين لشعبين. طيب دولة يهودية مصير ودولة مصير حل الدولتين، ما المشكلة في مصير ذلك؟ حل الدولتين عفير ربما يكون موضوع سؤالي التالي، لكن دعني أشرك معك بعض الاتصالات الهاتفية. أسيل تتحدث من رام الله. أسيل مرحبا. هلا أهلا، مساء الخير. مساء الأنوار. أنا هلا رح أحكي إنه أنا ضد هذا القانون تماما، بس هدف إسرائيل إنه تحول دولتها لدولة يهودية هي اجتذاب كل يهود العالم لدولة إسرائيل، وهيك هي بتشكل أغلبية، وكمان إنه هي هون هي بتعترف بطريقة غير مباشرة إن هي ضد عودة اللاجئين الفلسطينيين، وأيضا هي ما بتهاجم بس عرب فلسطين داخل، كمان بتهاجم إسرائيليين المسيحيين اللي موجودين من زمان على هاي الأرض، إن هي بتصير تحكي إنه أنتم كمان لازم تطلعوا لأنه هون بس لليهودية الدولة، وبتناقض حالها إن هي دائما تحكي دولة ديمقراطية، دولة بتحترم اختلاف العبادات، بس تحويل اليهودية الدولية يهودية الدولة هون بيكون هدفها تحويل الصراع بيننا إلى صراع ديني. طيب خلينا ناخذ تعقيب على هذه النقطة على وجه التحديد، لأن بالقانون الجديد عفير فكرة حق العودة تنتفي تماما، ألا يعد ذلك قفزا على واحدة من قضايا الحل النهائي؟ ألا يعد ذلك عرقلة مباشرة للمفاوضات مع الجانب الآخر؟ لا، لأن كل رؤساء الوزراء في إسرائيل قالوا بأن اللاجئين الفلسطينيين أو أحفادهم لن يعودوا إلى إسرائيل، هم يستطيعون أن يذهبوا إلى الدولة الفلسطينية العتيدة ولكن لا يمكن أن يأتوا إلى إسرائيل، هذا هو الحق المتفق عليه أو هذا هو الموقف الإسرائيلي. لا، هذا هو موقفكم أنتم، ولكن هذا استباق أريد أن أشير إلى قضية أخرى طرحت لو سمحت. سيدي هذا موقفكم أنتم، لكن هذا استباق للحديث والتفاوض مع الجانب الآخر، الفلسطينيون لم يوافقوا على ذلك. هذا هو موقفنا ربما، ولكن هذا هو موقفنا ونحن لن نغير هذا الموقف. ولكن أريد أن أتطرق إلى قضية أخرى لو سمحت، وهي قضية مهمة. أبو مازن ينتقد هذا القانون، وهذه المواطنة من رام الله تنتقد هذا القانون، ولكن الرئيس الفلسطيني قال عشرات المرات بأنه لن يسمح لأي يهودي بأن يعيش في دولة فلسطينية، هو يريد دولة نقية من اليهود ويريد تطهير إرقي، هذا هو المفروض، هذه هي أنا لم أستمع إليه ولا مرة قال ذلك. والانتقاد الفلسطيني لهذا القانون هو انتقاد منافق. التصريح هذا متروك لك سيد عفير، لأني لم أستمع ولا مرة للرئيس الفلسطيني قال ما ذكرته. انظر في جوجل ودور على هذه التصريحات. أنه قال ذلك، لا يريد تطهير عرقي من اليهود داخل الدولة القادمة، ويريد بأنه لن يسمح لأي يهودي بأن يعيش في دولة فلسطينية.
لن يصبح. ويريد دولة للعرب فقط. طيب. هذه عنصرية. طيب ماذا عن المعارضة داخل الصفوف الحكومية، داخل صفوف الحكومة؟ تسيبي ليفني أعلنتها صراحة أكثر من مرة، يائير لبيد، حتى يقال أن ربما كيان الحكومة كله سيهتز. نعم، يعني توجد معارضة لهذا القانون أو لمشروع القانون من داخل الحكومة، ولكن هذا الاعتراض، هذه المعارضة تأتي من خلفية سياسية. كما تعلم الحكومة الإسرائيلية هي حكومة ائتلافية، والديمقراطية في إسرائيل هي ديمقراطية حيوية ونشطة جدا. أعتقد بأن الانتقاد يأتي من فئة أي ديمقراطية سيد عفير؟ يعني فهم من القانون الجديد أنه سيتم إعلاء قيم اليهودية عن قيم الديمقراطية، يعني إذا حدث لا لا لا. تضاد بين لا. الاثنين ستنتصر قيم ومبادئ اليهودية. هذان القيمان سيكونان متساويان. متساويان. لا، هذان القيمان سيكونان متساويين. نعم بالضبط. القيمة أو الصفة اليهودية لن تكون أعلى من الصفة الديمقراطية. إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية بأن واحد. طيب فاطمة تتحدث من بيت لحم. فاطمة تفضلي. مساء الخير. مساء الأنوار يا عزيزتي، أهلا وسهلا. أولا يعني على ما يبدو أن الإسرائيليين بدأوا بحفر قبورهم بأيديهم، وهذه نقطة جيدة لصالح الفلسطينيين كلهم. قد تقول لي لماذا؟ لأنه هناك مليون، يعني مليون وما يزيد عن المليون في الأراضي المحتلة عن 48 سيتضررون من هذا القرار. فأقول لك أنه يعني نتنياهو سيكون غبي جدا إذا يعني سمح لنفسه بأن يثير ما يزيد عن المليون شخص، ونحن نعرف من هم أهل القدس وأهل الناصرة وأهل يافا وحيفا. هو سيثير مليون أسد داخلهم، وهم يعرفون جيدا كيف يدافعون عن أنفسهم. لكن بكل الأحوال هذه الخطوة لصالحنا. قد تقول لماذا نحن محتلين بكل الأحوال؟ يعني الشاة لا يفيدها يعني السلخ بعد الذبح، هي مذبوحة أصلا، ووجودهم غير قانوني على أرضنا الفلسطينية. حتى يكون قرارهم أو أي قانون يصدر عنهم هو قانوني. ويا سيد عفير، ما بعرف إيش اسمه بالضبط، السيد عفير جندلمان، الفترة الأخيرة احنا بالفترة الأخيرة عائلتي، بحكي عن حالي شخصيا، انتجنا من قدس الزيتون تقريبا 14 يعني عربة، او زي ما بنحكي تنكة زيت. بدي اساله هو شخصيا يا سيد عفير او عفيت ما بعرف ايش، انت وعائلتك جديتوا الزيتون، كتفتوا الزيتون، وانتجتوا الزيتون؟ اكيد. طيب. لا، لانكم ما بتعرفوا شو يعني طعم الارض. طيب فاطمة شكرا جزيلا، يعني رأيك واضح، وفقط أريد أن أصيغه في نقاط محددة حتى يستطيع السيد عفير أن يجيب عليه بعيدا عن أي جمل شخصية تستهدف الشخص، والموضوع نقاش سياسي بالمقام الأول. كما أوضحت فاطمة أو أشارت إلى الإسرائيليين من أصول فلسطينية داخل إسرائيل، عددهم كبير 20% تقريبا، كيف ستتعاملون معهم؟ أولا، ألا يمثل هذا القانون إغضابا له من الناحية السياسية؟ وأحيانا كثيرة الحكومة الإسرائيلية بحاجة إلى أصواتهم، أو حتى إذا كانت الحجة أن هذا القانون يهدف للحفاظ على الأمن وعدم تكرار حوادث مثل حادثة كنيس القدس، ألا يمثل ذلك بالتضاد بذرة إلى حوادث مشابهة قد يحركها الغضب؟ أعتقد بأنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لعمليات إرهابية ضد مواطنين مهما كانت المواقف ومهما كانت القوانين. ولكن من يقرأ نص هذا القانون يفهم يعني بشكل فوري بأن مكانة العرب في إسرائيل لن تتغير. مكانتهم كمواطنين متساويي الحقوق هذا لن يتغير. هم يستطيعون أن يحافظوا على تراثهم، على لغاتهم، على دياناتهم، على طقوسهم الدينية. كل هذا سوف يستمر ونحن نعتز. طيب بس حتى اللغة مثلا بما أنك أشرت إليها يا سيد عفير، اللغة العربية بعد أن كانت واحدة من اللغات الرسمية سيتم تخفيض تصنيفها كذلك؟ لا لا لا، لا مش صحيح. لن يتم تغيير مكانة اللغة العربية، ستبقى لغة رسمية لدولة إسرائيل كذلك مع القانون الجديد. صحيح، القانون الجديد لا يتطرق إلى هذه القضية إطلاقا. يعني وإذا لم يتطرق هذا القانون إلى هذه القضية فهذه القضية لن تتغير، أليس كذلك؟ يعني توجد في إسرائيل لغتين رسميتين، والعربية هي اللغة الرسمية، وهذا سوف يستمر. يعني كل طيب. البيانات حتى التي تصدر من ديوان رئيس الوزراء تصدر باللغة العربية، لأن طيب. هذا هو القانون. طيب، لكن ما زال لدى عدد كبير من فلسطيني الداخل أو فلسطيني إسرائيل أي كان المسمى مرة أخرى
الذين حتى وصلت الاراء ارائهم الينا اليوم تشعر ان في هذا القانون تمييز وصناعه لمواطنين من الدرجه الثانيه. واحيلك الى راي وزير الماليه يائير لبيد عندما يقول ماذا سنقول للدروز الذين يخدمون في جيش إسرائيل وبعضهم يقتلون حتى أثناء عمليات ضد دولة إسرائيل وبعد ذلك يعتبرون من مواطني الدرجة الثانية؟ هذه أنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا، يعني توجد حساسيات في هذه القضية، ولكن أريد أن أؤكد بأن القانون النهائي أو النص النهائي للقانون سوف يتطرق إلى كل هذه القضايا. طبعا نحن لا نريد أن نهمش أحدا، لا نريد أن نمس بحقوق أحد، والهدف من هذا القانون ليس العرب في إسرائيل بل تمرير رسالة سياسية واضحة وهي فعلا أساس عملية السلام، بأن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي وحل الدولتين مبني على هذه القضية، بأن إسرائيل هي دولة يهودية والدولة الفلسطينية راح تكون الدولة القومية للشعب الفلسطيني. وأعتقد بأن كل من يدعم عملية السلام فعلا يفهم هذه القضية، ربما كل هذه الانتقادات تأتي من خلفية سياسية واضحة. نبيلة تتحدث من الناصرة لكي أعرف منها هل تتفق معك في هذه النقطة أن القانون الأخير يا نبيلة كما يقول عفير هنا هو لا يستهدف المواطنين داخل إسرائيل من أصول فلسطينية أو عربية لكنه رسالة سياسية فقط إلى الجانب الآخر؟ هي رسالة للجانب الآخر وهي رسالة للداخل وهي رسالة للعالم، ولكن عمليا دولة إسرائيل تعرف نفسها كدولة يهودية وديمقراطية، وفي هذا هناك تناقض أساسي قلنا ونستمر في القول لمدة سنوات أن هناك تناقض بين اليهودية والديمقراطية، لأن الديمقراطية تستند إلى حقوق الإنسان، تستند إلى مواثيق دولية، وليس هي فقط الأغلبية قرار الأغلبية. ولكن اليوم في إسرائيل مصطلح الديمقراطية يقلص لدرجة ضئيلة جدا في مصلحة الأغلبية، وإجمال وتهميش مستمر لأقلية الوطن أقلية الفلسطينية. لكن هو هناك تكرار أكثر من مرة من المتحدث باسم رئيس الحكومة الآن على الأقل خلال هذه المقابلة أن حقوق الأقليات لن تمس على الإطلاق والأمر فقط مختلط على من يتابعون القانون. طبعا القانون فيه له عدة تداعيات على حقوق الأقلية، هناك تداعي في اللغة العربية، طبعا في نصوص مختلفة للقانون، القانون بعد ما في عنا ومشان هيك النقاش ممكن أن يبقى في الفراغ، لأنه النص النهائي للقانون بعد ما اتفق عليه حتى في داخل الحكومة، فيش عنا نص متفق عليه، وهناك بعد صراعات على في قلب الحكومة على النص النهائي للقانون. ولكن مهما كانت التعديلات هناك إشكالية أساسية وهي إشكالية اليهودية الدولة وديمقراطية الدولة وحقنا كمواطنين فلسطينيين داخل هذه الدولة كأقلية وطن، حقوقنا الجماعية تهمش. إحنا أقلية وطن، إحنا لن نكون مواطنين ولن نرضى أن نكون مواطنين من الدرجة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، إحنا عندنا حق كأقلية قومية في داخل هذه الدولة. لكن أخيرا سريعا يا نبيلة، هل تعتقدي أن القانون سيمر بأي شكل أو بأي قراءة من القراءات المتعددة التي أشرت أنت إليها؟ واضح أن القانون هنا اليوم هو كمان في صراع داخل الحكومة وفي بدء ضغط كمان محلي وعالمي حول القانون. أنا أعتقد أنه القانون في يعني لأنه اليوم كمان ما ننسى الهدف السياسي من القانون، الهدف السياسي هو الانتخابات القادمة في داخل إسرائيل، يعني بيبي نتنياهو يتطلع إلى الربح في الانتخابات الثانية ويتحول هذا القانون إلى قانون مركزي. الإشكالية في هذا القانون خلينا نأخذ تقييم سريع لأن الوقت تقريبا قرب عن نهاية. نبيلة، الحسبة كما تراها نبيلة هي لعبة انتخابية يريد رئيس الحكومة أن يحقق بعضا من المكاسب قبل الانتخابات القادمة؟ لا أعتقد، وحكى عن هذا القانون قبل شهور، قبل كانت هناك تكهنات بإجراء انتخابات، ويريد فعلا أن يعزز حال الدولتين، يريد أن يمرر رسالة واضحة للطرف الفلسطيني بأنه أنا الأوان للاعتراف بالحق اليهودي للدولة على هذه الأرض،
والرفض الفلسطيني بهذا الاعتراف، رفض أبو مازن بالاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي، هذه هي العقبة أمام عملية السلام، ويريد منا أن نعترف به وبدولته العتيدة، ولكنه يرفض الاعتراف بنا. وهذا الصراع منذ عام 48 وربما منذ بداية القرن العشرين يدور على هذه القضية، وجود طيب. الدولة اليهودية على هذه الأرض. طيب لأن الوقت انتهى سيد عفير، أعطيني فقط تاريخ لأن الوقت انتهى تقريبا، مصير القانون في بالتواريخ في الفترة القادمة حتى نستطيع حتى أن نتابع القراءة النهائية له سريعا جدا أرجوك. رئيس الوزراء سوف يجري مشاورات حول صيغة مشروع القانون مع شركاء في الائتلاف، وأنا متأكد بأنه سيتم طرح هذا القانون أمام الكنيسة قريبا. شكرا جزيلا عفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي. حازم إليك مرة أخرى. محمد، من بين ما وصلنا قبل قليل من المشاركات ما كتبه عاطف ثابت الذي يقول القرار يعني المزيد من الاحتقان والغضب والكراهية ومن ثم انتفاضة ثالثة. أبو ذر موسى يقول الحديث عن قيام أي دولة دينية يعتبر من العصور الظلامية وانتهاك صارخ لدولة المؤسسات ودولة القانون. علي ولد محمد الشيخ يقول يهودية الدولة الإسرائيلية من غيرها لا يهمنا بقدر ما نهتم بحصول الفلسطينيين على دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. إليك محمد. شكرا جزيلا يا حازم. استمروا في الإدلاء بالرأي على bbcarabic.com، كذلك على تويتر وفيسبوك لمن يفضل وسائل التواصل الاجتماعي. القضية مطروحة لكن أيضا قضايا أخرى كثيرة لمن يفضل الاطلاع على مجمل القضايا التي نناقشها نقطة حوار. كل التحية مني أنا محمد عبد الحميد، إلى اللقاء.